بس قصدك إيرافاتي؟ وساعتها رافي كان ضاع، ضيعت له حياته كلها ووقعته، ما كان شايف أي حدا غيره. بس أنا حاولت وعيه وانصحه كتير لحتى يصحى، صرت اشرح له انه مرته وبناته التنتين ناطرينه ليرجع. بالاخر وافق ابوكي انه يرجع له، وحتى طلب مني اني جهز كل اوراق الملكيه لينقلها لاسم عيلته الاولى، لاسمك ولاسم امك ولاسم اختك بالتساوي. أنا وأمي وأختي كنا عائلة بابا الأولى، ما هيك؟ نحن عائلته الأولى، ما هيك؟ وأنا ما كنت مفكرة هيك. إيرافاتي دبرت الحادث إلك ولأبي. أنا حاولت كتير معه، ما خليت طريقة ما عملتها، كل المحاولات فشلت. حاولت أخذ رافيكانت منها وكان بدي أحرمها منه، بس للأسف هي أخذت كل شي مني، أخذت شغلي، ومن بعدها رفيق عمري وكل شي. وبعدين بعد ما شالتني من طريقها إجا دور رافيكانت لتشيله. ما كنت بعرف إنه إيرافاتي خربت ودمرت حياة ناس. إذا ما بخليها تندم على اللي عملته معي أنا ما بكون كهان. بعدين شو صار؟ يلا بترجاك اللي كل اللي بتعرفه، ومين كان لسه بالسيارة؟ كان في نيشان، هذا أبو ليوك. هو كان يحبكم ويخاف عليكم كتير أنت وإختك، كان يقول لرافيكانت ما لازم تتخلى عن بناتك. ساعتها إيرافاتي دخلت وخربت كل شيء، هي شريرة، كان بدها تبعدكم عن أبوكم لحتى تسيطر عليه. أبو ليوك وينه هلا؟ شو اللي صار آخر شيء؟ وين راح؟ طيب ليش ترك العيلة؟ سمعت كتير كلام إنه ترك العيلة وراح من شان رقاصة، هذا الحكي صحيح؟ ما بعرف، أنا حياتي بعدها كانت تعيسة وكنت كتير يأسان، لهيك ما قدرت أدور على أي حدا واكتئبت لحالي وقتلني شعور الوحدة. كان قاسي كتير، يلي صار ما كان قليل. ما كان عندي قدرة أسأل عن حدا لأني أنا بالأصل كنت إنسان ضايع. طيب أنت شو دليلك على هالحكي؟ بقصد في عندك دليل إنه إيرافاتي ورا كل اللي صار؟ إيه، إذا هيك فإجا الوقت اللي رح تواجه فيه اللي تخبيت منه. لازم نحط إيرافاتي عند حدا. تعال كهاني، أنت لازم تفكري منيح من اللي قلته، لأنه رافيكانت ما تخلى عن عيلته، لهيك بتمنى تسامحي. يعني كان بده يرجع لنا أنا وأمي وأختي؟ فرحتني كتير بهالحكي اللي قلته. المهم أبي ما تخلى عنا، هذا المهم. عادي، متعودة على هذا الوجع من زمان، بس يا ريت فيني لاقي أبو ليوك لحتى رجعوا على العيلة من جديد، وقتها أنا بس رح أرتاح. تعال معي يا أستاذ، خليني حل هالقصة. خليكي هون يا كهاني، أنا رايحة بابا وأنت ما فيك تمنعني. رافيكانت؟ لك شبك ما عرفتني؟ أنا بيشان سينغ. هلأ قلت لك كل شي لكهاني. ليش هيك عملت؟ مفكر ما كان فيني إلا الحقيقة؟ ليش ما قلت لي من قبل؟ أنت ليش خبيت؟ إيرافاتي أثرت عليك وهي اللي منعتك تحكي لي، صح؟
ماني فهمانة ليش لهلأ عايش معها لإيرافاتي. كهاني بابا، أنت بهي اللحظة لازم تيجي معي، وإذا رح تتخلى عني وتتركني أنا ماني زعلانة، بس أنا هلأ فوراً بدي روح لعند يوغو خبره بحقيقة إيرافاتي لحتى يعرف يتصرف. أنت ليش ما بتسمعي الكلمة؟ رافيكانت انتبه بيشان، أنت ما بيصير تشجعها تعمل هالشي. هلأ منواجه إيرافاتي سوا، وهي بنتك معنا، لازم توقف بوشها. أنا ماني فهمان لهلأ ليش هيك عم تساوي. لأنه هلأ إيرافاتي. ألو، صار في حريق بمكتبك أستاذ بيشان. كيف؟ ألو ألو، خير؟ شو اللي صاير؟ حريق. يوغي هنيك، أنا رايحة. أنا حذرتك كتير يا كهاني، إذا بدك تلعبي معي تتحملي النتيجة، لأنه العلقة معي أنا مانا سهلة وآخرتها وخيمة عكل الناس اللي بيواجهوني. أنتي لازم تستسلمي وترضخي للأمر الواقع، لأنه لسه لهلأ أنا ما بلشت. شو هالدخنة هي؟ يلا تعال نطلع. يلا يلا أمي. مقفول. في حدا برا؟ أمي اهدي أمي، لا تخافي أمي. لك كيف صارت هاي الحريقة فجأة؟ رح نعرف شو القصة، المهم أنت ما تخافي هلأ أمي. لازم نلاقي غيره. أكيد رح نلاقي، لا تقلقي. يوغو ساروج الغاليين علي، أنا آسفة، هذا الحل الوحيد اللي قدامي. وإنت يا يوغ اللي سببت كل هالمشكلة أساساً، إنت رحت جبتها للرقاصة وفرضتها على العيلة وعيشتها بيناتنا جوات البيت وقهرت بنتي مشانها. يا عيب الشوم عليك وما تراجعت، وأنا كتير حذرتها. ايه بس انت ما رديت علي، كان لازم تتعلم السكوت من رافيكانت وما تروح تدمر حياتك مشان وحده رقاصه. يعني هلا ادفع الثمن انت وامك الهبله اللي بتوجع الراس. حاجه صار الوقت لحتى تموتوا وارتاح منك ومن امك الغبيه، وكهاني رح تلحقك، لا تخاف ما بتتركك لحالك. ماشي يا يوغ؟ اهدي أمي لا تخافي، أنا رح طالعك. تحولنا يا ناس، يا ناس. أمي اهدي، أمي اهدي. أنت منيح؟ ايه. يوغ اللي انت منيح؟ انا منيح. انت خليكي قاعده هون، راجع لي ما رح طول عليك. أنت منيحة؟ لا تخافي أمي، أنا رح أتصرف. لا يا يوغ، أنت روح، يلا روح.
سير الشباك، سرق وزل حالك وتركني. لا يا أمي، أنا مستحيل إني أتركك وأطلع. أنا منصابة وما رح أقدر أمشي. روح أفوت بحالك، شو بدك فيني؟ روح. لا يا أمي مستحيل روح، أنا رح أحملك وطلعك معي هلأ. أنت لساتك شب والحياة قدامك يا روحي، خلص اطلع، المهم أنت تعيش باقي عمرك، لا جادلني. وشو قيمة الحياة بلاكي يا أمي؟ كيف بدي أتركك وأطلع؟ مستحيل هذا الكلام، مستحيل. لأنه إذا صار لك شيء أنا ما رح سامح حالي يا ابني. يلا روح وعيش حياتك. روح. لا يا أمي، أنا رح أخذك معي. أمي أمي، فتحي عيونك. أمي أمي أمي، ساعدنا يا قدير. أمي خليكي معي، أنا مو فارقة معي حياتي كلها، بس بدي أمي تعيش وما يصير لأي شيء. أمي خليكي معي ولا تغمي. أمي فتحي عيونك، أمي بترجاكي فتحي عيونك. أمي يوك، أنت منيح؟ قدرتي أنت وابنك تنفذوا هالمرة بالصدفة، بس حسابنا لسه ما خلص، والأيام بيناتنا مو كل مرة بتسلم الجرة، وأنا لسه عندي كتير خطط. رح أعمل جهدي لسيطر على كل العيلة. استني إرفاتي. أنت ورا هذا الحريق مو هيك؟ رح أنتقم ورح أسجنك لباقي حياتك، حسابك رح يكون عسير. وأنت ليش كتير واثق من نفسك؟ أنت ما بتعرف شو بصير للناس اللي بيتحدون، بس هلأ شفت بعينك وما حدا قالك. خليك ذكي شوي. اليوم ولأول مرة حسيتك خايفة، وأنا رح أستغل هذا الخوف وأهزمك. كهاني هي السبب. أنتي بتخافي من كهاني وبتعرفي إنها بنت قوية، وأكيد ما رح تقدري عليها. أنتي لأنك افتعلتي هذا الحريق رح تخسري كتير صديقي، وهلأ وقت حسابك ما رح يتأخر. مو معقول. طيب نحن شو عملنا ليصير فينا كل هاد؟ دكتور طمنا، هن الاثنين اكيد مناح. لا تقلقي، الصراحه هن محظوظين، لو ما طلعوا من هنيك كان في احتمال نفقدهم. ولعلمك دخنه الحريق رح تترك اثارها، فلازم تستنشقوا هواء نظيف، ورح اكتب لكم شويه ادويه تاخذوها هي الفتره بوقتها، وانتوا اكيد رح ترتاحوا بعد فتره. طيب شكراً، رح جيبه. كانت رح تصير كارثة بهي العيلة، بس كهاني دخلت بالوقت الصح وطالعتنا من هنيك. لو ما اجيتي طالعتينا يا كهاني كنا وقتها رح نموت أنا وأمي. لا عاد تحكي هيك، المهم هلأ القصة مرقت على خير وأنا كتير مبسوطة. يوغ ساروج، شوفي شو اللي صاير. صار حريق بالمكان اللي بعتتن عليه كهاني، هاي القصة، وهنن طلعوا بأعجوبة. يوغ ساروج يا قلبي، طمنيني انتو مناح.
نحن مناح، لا تخافي ولا حدا يحكي حرف على كهان. اليوم هي الصبية مو بس أنقذتني، أنقذت ابني يوجي اللي هو إطعم الروحي، وهذا المعروف أنا ما رح أنسى ليا. عن جد شكراً كتير على كل شي عملتي يا بنتي. لا أمي، يعني ما في داعي إنك تشكريني على هيك قصة نهائياً، لأنه هذا واجبي. أمي، أنت ويوج غاليين علينا كلياتنا، واللي عملته كهاني أكيد مانو غريب عليها لأنه شهمة كتير. كهاني، شو اللي خلاكي تبعتيهم لهنيك؟ إذا فكرنا بهي القصة رح ننتبه إنه كانوا ثلاثة. يوج وأمي كانوا جوا المكتبة اللي عم يحترق. وين كنتي؟ ليش ما كنتي هنيك؟ مو وقته هالحكي. ساروج وابنها من شوي نفدوا من الموت يا زكية، وبرأيك هلأ وقت هالسؤال السخيف؟ انتي ما بتعرفي قديش عم يتقطع قلبي على هالمنظر. لا متخيلة منيح انتي شو حاسة، ولهيك بدك تقليلي هلأ انتي وين كنتي. حكيلنا يلا. شو هالسؤال؟ أنا مصدومة وما عم ركز وانتي عم تسأليني؟ هنن بخير وهذا هو المهم عندي حاليا. كهاني سألتك سؤال جاوبي عليه. انتي كنتي معنا وفجأة اختفيتي، قلتي رح تحكي اتصال وترجعي، شو اللي أخرك هيك؟ لا تتهربي من السؤال إرفاتي، يلا جاوبينا. مو قلتي من شوي إنه هذا السؤال سخيف وتافه؟ ساروج سامعتي شو عم تحكي؟ شايفة هالرقاصة كيف عم ترفع صوتها؟ يعني انتي ما عاد استحيتي ولا خجلتي على حالك؟ جاوبي إرفاتي. وإذا سمحتي كهاني هلأ مرت ابني يوك، وهي جزء من عائلتنا وبنته لرافيكانت، لهيك لا عاد تغلطي معه وجاوبيه على هذا السؤال. عم تدافعي عنه؟ أنا سؤالي إليك كتير واضح، قليلنا وين كنتي إرفاتي؟ ماني مضطرة جاوب على سؤالك لأنه بدك تخلقي فتنة بالعيلة. حاجة تلفي وتدوري وجعني راسي منك، لسه عم تلفي وتدوري مثل دواليب اليانصيب هون. احكي خلصينا بقى، وين كنتي؟ شبكن؟ ليش كلياتكن عم تسايروها؟ واضح إنها بدها تخلق فتنة بالعيلة. انتي عم تحاولي تلفقيلي تهمة لحتى تسيطري على الورد. إرفاتي لا تغلطي، بدي أذكركم كلكم لحتى ما حدا ينسى، كهاني سبق أن رفضت حصة بالشركات. شبك إرفاتي، انتي ليش بكل حديث لازم تذكري فيه الورثة ومصاري العيلة؟ أنا شفت كهاني بعيني كيف خاطرت بحياتها لتنقذنا. بعد الموقف يلي صار اليوم انتي لازم تشكريها. وهلأ قولي وين رحتي؟ أنا ما عم صدق اللي عم يصير بهالبيت. انتو كلكم انتي رجعت تلفي وتدوري. هلأ خلصيني احكي بقى، عم نسألك سؤال واضح وصريح جاوبي عليه وخلص. هذا الكلام كتير قاسي، انتو جرحتوني وكسرتولي خاطري. أنا عندي فكرة، رح أحكي مع الأستاذ بيشان ليجي ويقلنا الحقيقة. أستاذ بيشا، تعي مسكي روبا. كنت عم دقلك منيح اجيت لحالك. تعال يوك، هذا المحامي تبعي. يوك أنا منيح لا تخافي. أسفة إني حطيتك بهالموقف الصعب، حكي لنا الحقيقة. أنا بيشان سينغ، يمكن مو كلياتكم تعرفوني بس أنا بعرف هاي العيلة منيح ومن فترة كتير طويلة. كنت المحامي الشخصي
والوكيل القانوني لرافيكانتو نيشان بكل أمورهم، بس حياتي تغيرت بشكل صادم بعد حادث قاسي كتير، وبعد فترة انقطع كل تواصلي معهم وتركت الشغل. كهاني اجت على مكتبي بخصوص قضية روبا وطلبت استلم هي القضية، وبصراحة أنا ما كنت بعرفها ولا هي بتعرفني، واليوم أنا بالصدفة عرفت إنه كهاني من نفس العيلة اللي كنت اشتغل معه، ومتأكد إنه كهاني من الأول ما كانت تعرف كل هالقصة، وهي اجت بالصدفة لعندي على المكتب، حكت معي لحتى اجي لهون على هالبيت المحترم لحتى أزيكن وشتت هالعيلة. شو؟ انت شو عم تحكي؟ آسف كهاني، بس هنن كمان لازم يعرفوا الحقيقة، واني ما بأذي العيلة اللي بحبها. ليكي، هي العيلة إلها أفضال علي. لا لك، أنت شو عم تحكي؟ لا لا تصدقوا، مو صح. أستاذ بيشان، ليش عم تحكي هيك؟ هي ما إجت لعندي من الأول لحتى دافع عن أختها، هي إجت لتسيطر على العيلة وتاخد كل شيء إلها لحالها. لا لا مو هيك. قالت لي إنه هي بتكره أبوها وإنه ما بتطيق حدا فيكم بالمرة، وبدها ياني أأذي الكل. يبدو بدها تاخد بتارة من كل الموجودين. أنت ليش هيك عم تحكي؟ هذا عم بيكذب يا جماعة. يوجب توثق فيني ما هيك؟ أمي، ستي، أختي، أكيد مصدقتيني. أنا مستحيل فكر أعمل هيك شيء. المحامي عم بيكذب عليكم، لا تصدقوا. الدنيا كلها كذابة وأنت هي صادقة كهاني. اسمعني منيح، أنا أجيت لقلك شو عملت زوجتك معي وهون قدام الكل. أنا سكتت هاي الفترة وبعرف إنه سكوتي رح يأذيني، وهذا يلي صار بالآخر، بس ما كان في حل، وأنا ما تصرفت شي قبل ما أجي وخبرك، لأنه هي اللي شعلت النار بالمكتب لتأذي المدام إيرافاتي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.